سلامة، صباح الخير. اليوم مش نعمل مع بعضنا كوسكسي بالجديد، الراس العام الهجري، ليلة راس العام. باش نعمله كوسكسي نودعوه بيه، يلزم كوسكسي بالقفلة، وعاداتنا وتقاليدنا انهم يعملوه كوسكسي بالقفلة بالقديد. الكوسكسي بالجديد انا باش نشوفوا اللوازم نتاعو، هو يجيب الفول اليابس. ماذا بيكم فول يابس ترنخوه قبل بليلة؟ انا عندي فول اخضر كونجيلي، هو مش صحي الحقيقة، انا ما ننصحكمش، انا امي عملته كونجيلاسيون. وعندي شوية جديد، عندي جديد شايح ماهوش مسلي، باش نصب له الماء ونخليه، باش نصب له ماء سخون ونخليه ربع ساعة كيكة يطرى شوية، وفي نفس الوقت يجيني سير في الطياب، وفي نفس الوقت باش نكمل بشوية جديد مسلي. وكما قلت لكم عندي الفول، اللي ما عندوش ماذا به ينفخ الفول من قبل بليلة ويطيب الفول الشايح، وفي نفس الوقت كي يجي يطيب الفول الشايح ينحيله هذية. وعملت باش نعمل ثلاثة بصلات خشين، باش نحطو الطنجرة على الغاز، باش نحطو كاس زيت، كاس هذايا الساعة نتاعو 200 مليلتر، وباش نحطو ثلاثة بصلات نتاعنا، ثلاثة بصلات تقطعوهم متوسط عادي مش بالضرورة جويدين، نخلوهم شوية. أنا في العادة نعمل ماكلت ستة من الناس كاس ونص زيت باش يجيني الزيت، خاطر زيت زيتونة. أنا باش نقص شوية في الزيت لأنه باش نعمل الجديد المسلي اللي ديجا فيه الزيت وفيه الشحم. نخليه هكا يتقلى، البصلة نتاعنا تقلت، أنا زيدت نخليها دقيقة وكهو، وما نحبش نخليها برشا خاطر ديما عندي شوية معدة وأمي زادة كيفي. باش نعمل مغرفتين طماطم كبار، زادا هما باش نخليهم شوية. نعمل مغرفة ملح، بالطبيعة نقصوا الملح، هنا في العادة نعمل مغرفة ونص ولا أكثر شوية، نقصوا الملح على جالي جدي. هو نفخوا فيه في الماء حكاية ربع ساعة نص ساعة باش يتنحى الملح، وفي نفس الوقت يجي ساهل بكير. توا باش نحط الفلفل زينة، باش نحط مغرفتين، وزيت نحرك ونمرق بالماء سخون. تقريب لتر ونص، نحط شوية حمص كل واحد كيفاش يحب، وبالطبيعة باش نحط الفول. باش نحط المسلي نتاعي، ماذا بيكم تجبدوا بمغرفة نظيفة ماهيش مغرفة اللي تطيبوا بيها. باش نحط الجديد المسلي، باش نحط هكا شوية، شوفوا مسلي على النبي كيفاش محلاه، شوفوا مسلي على النبي نظيف لاباس عليه. طبعا نخليكم الرابط نتاعو الجديد والجديد المسلي في صندوق الوصف. بالطبيعة باش نعملو شوية زيت خاطر الزيت نتاعو بنين، والآخر نستنى حتى اللي يعدي نص ساعة من بعد نحطو الجديد اللي نفختو، نغطي عليه ونخليه يغلى ونزيدو الجديد بعد ربع ساعة. نوريكم كيفاه نعمل الكسكسي. انا غسلته المره الاولى، باش نوريكم باش نغسلو الغسله الثانيه. هذايا كسكسي اولى، راهو ماهوش كسكسي سوق. كسكسي سوق ما يتعملش بالطريقه ديه، تعملو هكا باش اي تفش
ولا اي قش يتنحى، وانا بتبيعه نخلي فيه يترنخ شويه على خاطر كسكسي الاولى يابس يابس برشا، يعني ماذا بيه يتنفخ حكايه دقيقه دقيقتين هكاك. وهو ديجا نحب نقول لكم راهو ولاو يبيعوا فيه كسكسي العولة في المغازات العامة. نزيد دور نغسل المرة الثالثة. ولاو يبيعوا فيه في المغازات العامة، والله ما شفتش سومو تو بحذانا بون بري تبيع فيه، تو نشوف السوم نتاعو ونقول لكم. هو في تونس نعرفو يبيعوا صبة بالكيلو، الكيلو بالفين، اما معلب اول مرة نراه. منها ننظفو يخرج القش كيف ما تشوفوا فيه، منها نخليه هكا يطرى شويه. توا هذه اخر غسله، باش نجيب صحن بلا. هو توا تنقابل به خاطر غسلته 3 مرات. نقع هذه تزيه، نغطي هكا ونكبو. قبل ملعقه اكل زيت باش نعمله، نحركو به بالملعقة. مش لازم يعني يديكم تدخلوها في كل شيء، ماذا بيكم برشا حاجات تبعدوا على اليدين شوية. ونخليه يتنفخ. توا باش يتنفخ باش يشرب الماء باش يطرى شوية، باش نفوروه مرة بركة حكاية نص ساعة ربع ساعة. فما اللي يحب يفوروا برشا، فما اللي يحب يفوروا شوية. انا واحده من الناس مفوره ممكن نص ساعه، قبل الحق كنت مفوره ربع ساعه وعادي يزيه الكسكسي الاولى يطيب في ربع ساعه. هكا نخليه يتنفخ كسكسينا بعد ما تنفخ 20 دقيقه. خليته شوفوا كيفاه شرب الماء نتاعو، شوفوا كيفاه ولا مفريك. زيت الزيت يعاونو انه يتفريك على بعضه ويتسيب على بعضه ويجي مفرق كل كعبه وحدها. انا نقولها مفريك معناها هكا. شوفوا محلات بارك الله. توا باش نعبيه في المقفول نتاعي. الكسكس بطبيعه جيبوا تحته صحن كيما وريتكم هكا، صحن لازم تحته باش ما يتيحش. ونعبوا الكسكسي نتاعنا نحطوه الفوق، نخليه من غير غطاء لانه من غير غطاء باش ما يهبطش عليه الماء ويتبلوا الكعبات نتاعنا. يفور قدر نص ساعه ونهبطه ونخلي المرق لوين تكمل الساعه. المرق نحط الفلفل في الاخر. كسكسينا ليه نص ساعه يطيب، حطيت له المقفول الكسكس. توا باش نطل عليه باش نزيدوا سنينتين ثوم ونص مغرفه قهوه تابل هرستهم. انا الحقيقه ما نحبش برشا طعمة الجديده، كنحب نموتها شويه بالثوم هكا. اللي بالطبيعه ما يحبش يحب طعمة الجديده ما يعملش. انا نحب النقص شويه من نكهه الجديده ياسر قويه، هي بنينه اما الثوم يعزز النكهه ويبننها اكثر. خلوه يطيب لين تكمل الساعه. طاب الجديد وطاب كل شيء حتى الفول طاب. المرقة نتاعنا باهية في الكثافة هكيكا نحبها. الفول نتاعنا طاب. توا باش نحطو جرينات الفلفل 3 دقايق هكيكا ونتفاعل. الكسكسي هبطته من الكسكاس باش نحاول نفركو نفرقو على بعضو. بالطبيعة عاملة صحنة هنا باش ما يهبطش. في الكسكاس هكا نفرقو على بعضو ونحلو بالبيه. شوفوا كيفاش بارك الله طاب وهو مفرك. الكسكسي نتاعنا حضر، نحيت الجديد على جنب هكا، ديما مازالو شوية كعبات جديد هكا. شوفوا المرق متوسطة لهي خاثرة لهي جارية، لازم تجي متوسطة. توا باش نحط الكسكسي ونسقي. انا هنا خاطر فيه برشا بصل انا ماذا بيا نحيه، باش نحاول نعمل شوية زيت وشوية نصفي هكا كيما تشوفوا.
ماشي هبط لي كان المراق صافي. عملت هنا طبق تقديم فردي، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تعجبكم الدبارة. نتمنى اللي ما عمليش اشتراك ولايك يعمل اشتراك ويفعل الجرس ويعمل لايك باش يوصلكم كل جديد. نتمنى يعجبكم هالكسكسي المزيان البنين. كل عام وانتم بألف خير، يا ربي يديم علينا نعمة الإسلام ويديم علينا السنة النبوية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.